بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلاب الأعزاء طلاب الصف الثاني الابتداء. أهلا ومرحبا بكم، معكم معلم لغة من مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برعم. عندنا عنوان درسنا اليوم هو درس جديد بعنوان الطبيبة نورة. عنوان الدرس الطبيبة نورة، ده عنوان درسنا اليوم. نبدأ مع بعض الفقرة. نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة وفائدة في دراستها وتتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل. تقضي نورة وقت فراغها في قراءة الكتب والمجلات الطبية وهي مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الفصل. نلاحظ مع بعض في الفقرة هنا الظواهر الموجودة معنا اللغوية، هنا ظواهر لغوية موجودة معنا في الفقرة، وهي كلمة متعة وفائدة. عندنا كلمة متعة هنا، التنوين هنا تنوين بلي بالعربيه، ممتاز، تنوين بلي بالفتح، يبقى عندنا تنوين بالفتح. كلمة متعة تنوين بلي بالفتح من ضمن الظواهر اللغوية. هنا تنوين بالايه؟ بالفتح. كلمة أيضا فائدة، فائدة هنا تنوين بالايه؟ ممتاز، تنوين أيضا بالفتح، تنوين بالايه؟ بالفتح. عندنا أيضا كلمة طبيبة، طبيبة هنا كلمة طبيبة هنا أيضا تنوين، تنوين هنا اللي معنا تنوين بالإيه؟ ممتاز، تنوين بالفتح أيضا هنا، التنوين بالإيه؟ بالفتح. تقضي نورة وقت فراغها في قراءة الكتب والمجلات الطبية وهي مسؤولة. كلمة أيضا مسؤولة، ها مسؤولة هنا تنوين بالإيه؟ ممتاز، تنوين بالإيه؟ بالضم، تنوين بالإيه؟ بالضم هنا أيضا، التنوين بالإيه؟ بالضم. مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الإيه؟ في الفصل. نقرأ مع بعض السؤال ونجاوب مع بعض. نقرأ مع بعض السؤال، أجيبوا شفهيا عن الأسئلة الآتية. ماذا تتمنى نورة أن تكون في المستقبل؟ ماذا تتمنى نورة أن تكون في المستقبل؟ من اللي يعرف يجاوب؟ ممتاز، تتمنى نورة في المستقبل أن تصبح إيه؟ طبيبة. يبقى في المستقبل أن تصبح إيه؟ طبيب. يبقى ماذا تتمنى نورة في المستقبل؟ ممتاز، أن تصبح إيه؟ طبيب، أن تصبح طبيب. تتمنى نورة أن تصبح إيه؟ طبيبة في المستقبل. يبقى عندنا السؤال، ماذا تتمنى نورة في أن تكون في المستقبل؟ تتمنى أن تصبح طبيب. ننتقل بعد ذلك. أصل الكلمة بمعناها، هنوصل الكلمة بالمعنى. كلمة لنجدته، اللي يعرف يجاوب، لنجدته، ممتاز، أحسن، لمساعدته، لنجدته معناها لمساعدته. يبقى عندنا كلمة لنجدته لمساعدته.
عندنا مهاراتها. ها مهاراتها، مين اللي يعرف يجاوب؟ احسن، مهاراتها المهاره اللي هي الايه؟ الاتقان، اللي هو اتقانها. مهاراتها اللي هو ايه؟ اتقانها. المهاره اللي هو الايه؟ الاتقان. وكلمه لنجدتي لمساعدته، لمساعدته. بعد كده الكلمه الثالثه كلمه اثنى. ها مين اللي يعرف يقول؟ احسن. اثنى معناها ايه؟ اللي هو ايه؟ مدح. معناها ايه؟ مدح. معناها مدح. الكلمه الاخيره وهي كلمه متعه. متعه. ها مين اللي يعرف يجاوب؟ متعه. تنوين. تنوين هنا، كلمه متعه هنا تنوين بالايه؟ بالضم. ومعناها ايه؟ مين اللي يعرف يجاوب؟ احسن. متعه اللي هي اللي معناها تسليه. تسليه. المتعه معناها الايه؟ التسليه او تسليته. تسليه. ننتقل بعد ذلك الى الخريطة. أكمل خريطة المفردة الآتية. أكمل خريطة المفردة الآتية. كلمة معقم. كلمة معقم عايزين ضدها، وعايزين مرادفها، وعايزين نوعها، وعايزين الكلمة في جملة. معقم أول حاجة نبدأ بضد الكلمة. معقم. ممتاز. أحسن. معقم ضدها ملوث. معقم ضدها إيه؟ ملوث. كلمة معقم ضدها إيه؟ ملوث. بعد كده نوع الكلمة، هل هي اسم ولا فعل؟ ممتاز. نوع الكلمة اسم مفرد. معقم اسم إيه؟ مفرد. اسم إيه؟ مفرد. ممتاز. بعد كده مرادف الكلمة. معقم مرادفها اللي هو معنى الكلمة. يبقى مرادف الكلمة مين اللي يعرف يجاوب؟ ممتاز. أحسنت. نظيف. مرادفها نظيف. يبقى معقم معناها نظيف، أما ضدها ملوث. الكلمة في جملة، عايزين نحط الكلمة في جملة. مين اللي يعرف يجاوب؟ ممتاز. يبقى عندنا الكلمة في جملة. الجرح معقم بمهارة. الجرح معقم بمهارة. ومن هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصة، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس. وإلى لقاء في حصة قادمة إن شاء الله. وأي استفسار على منصة مجمع مدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا. وإلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.